بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أينما كنتم نسوق إليكم تحايا عطرات وأمان نضرات وآمال غير عاطلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة، نتحدث فيها عن عنصر جديد الحقيقة ما تحدثنا عنه كثير، عبد الواحد محمد نور، أحد قادة الحركات المسلحة، القائد الوحيد الذي لم يشترك مع أي حكومة مطلقا. يعني قدر ما نادوه عشان يقعد مع الناس ويشوفوا هو داير شنو، هو ما يعني لم يبدي موافقة، كان يسعو الناس بينه وبين الحكومات المختلفة، لكن في النهاية ما بيصل لنتيجة، حارب لكن ما وصل لنتيجة، وعنده رأي واحد عدم الجلوس إطلاقا مع أي حكومة، ودي حاجة غريبة جدا. لكن كده تعال نسمعه كده ونتكلم عنه شوية كده، لأنه ربما يكون هو واحد من الحلول المحتملة. طيب، الدعم السريع ما هي آليات التعامل معه في ظل الأوضاع الراهنة؟ أول حاجة يا جماعة، دعم السريع ده ميليشيا، والجيش السوداني أكبر ميليشيا في العالم موجودة، الجيش السوداني ذاته ده الشجاعة يا جماعة اللي يجب نتكلمه. الدعم السريع ده قبل مكان في جنجويت صنعهم منه الجيش السوداني، استخبارات بتاعهم البعد جاء شرطة الزاعنة، بعد جاء حرس الحدود ولا هو بطيرة، وبعدين حرس الحدود، بعدين جاء الدعم السريع. يا وانا حميتي ده كان زور هدد وقصليهم، كان زور راعي وعنده تاجر بتاع بهايم، وده الدولة برهان ده قاتل السقاعد ده، ألفت لهم في قراهم وركب معهم جمالهم وعمل حرب عنصري انتهى بإبادة جماعية تطهير عرقي وجرائم حرب. زي ما دلاك استغلوهم يعني مورسيوم تطهير عرقي، ديل كمان استخدموهم وكتلوا به ناس. الوضع ده ما الأزمة، ما الدعم السريع ده هو ما عمل نفسه، ده عمله لأنه الجيش السوداني كان اتهزم، ولأن السلطة الصفوية الموجودة في الخرطوم ومخيلة بتاعت المؤسسة العسكرية في السودان أن بقية السودانيين ديل ما متساويين معهم، ديل أتباع إذا رفضوا يتم إبادتهم وتطهير العرق بتاعهم. يا أخوانا الميليشيات اللي بيقتلوا في دارفور، لأنه أنا ده شاهد، أي قرية بجد طيارة من سلاح الجو السوداني، إما أنتينوف إما ميك إما جنشيب اللي هو الهليكوبترات، أو بضرب القرية حتى بعدين بيجوا الميليشيات وبعدين بيجوا الجيش معروف. يبقى الدعم السريع ده نتاج بتاعت الجيش السوداني اللي برأسهم الآن قائد العام بتاعهم ده برهان، وبرهان هو في شخص ذاته قام أسسه. إذا احنا دايرين نتخلص من كل الميليشيات بما فيهم الحركات دي، يجي الحل بأن كل القوات العسكرية الموجودة سواء كان حركات مسلحة ولا الجيش السوداني ولا بقول لهم شنو ده ميليشيات، كلهم نجوا ونجوا لأسس جيش وطني بمعايير وطنية باسم شنو ده عقيدة قتالية جديدة، حماية المواطن ودستور وحماية الدستور وأرض السودان، ونأسس لهم مؤسسة جديدة اللي هو زي ما قبل شوية قلته أنه نعمل حاجة اسمه الجيش ده، قيادة بتاعه بيكون بواسطة رئيس هيئة الأركان والأركان اللي تحته إلى آخر جندي، وعقيدته القتالية، والقائد العام بتاعه بيكون الرئيس أو رئيس الوزراء المدني اللي بيختاره الشعب. ده الحلول. اثنين،
الميليشيات اخواننا في في السودان ده كله وخاصه في دارفور، ما في قبيله جاء صلحت ما فيش شرع جاب سلاح. ده الاستخبارات بتاعت الجيش السوداني، لانه داير انه يكون في قتال في الاقاليم، الناس يتقاتلوا بيناتهم، او في جهه بيقتل الناس والناس يكونوا مشغولين هناك وهم يحكموا في الخرطوم. زي ما قلنا انه عبد الواحد ده حاجه يونيك كده، حاجه قاعده كده براه، ومتطرف جدا جدا في آراءه بشكل عام. وهنا ما بعني بالتطرف الجانب السلبي فيه، هو لديه قواعد محددة يريد أن يتبعها مع الآخرين. نمرة واحد، ما عايز يجلس مع أي مجموعة أو حكومة إذا بيتم فرض شروط معينة أو هذا الاجتماع يجب أن نخلص فيه إلى 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 اتفاق بعينه. دي واحدة. الحاجة الثانية، هو يريد إنه السودانيين كلهم بشكل أو بآخر يشاركوا. وبرغم إنه ما قدم تصور واضح للسودان ككل هيتعامل معه كيف، إلا إنه عنده ميزتين. الميزة الأولى طرحه العام إنه يجب على كل السودانيين أن يشاركوا في الحل القادم بتكوين سودان جديد، لكن مع ذلك التزم في أن تكون حركته دارفورية فقط. يعني هو لم يسعى على الإطلاق في أن يسودن حركته إذا صح التعبير، بمعنى إنها تكون من كل بقاع السودان. ما حاول يعمل العملية دي على الإطلاق، هو احتفظ بمحلته كدارفوري وأحد الذين يحاربون من أجل الهامش، وفي نفس الوقت يريد حلول تسع كل السودان. يعني بمعنى آخر، هو لم يبحث على الإطلاق عن وظيفة أو عن التعبير العام لقمة وظيفة، ما بحث عن ذلك. وأتيحت له فرص، كان يمكن مع الإنقاذ أنه يجلس معاون ويحصل على منصب ويحصل على جزء من الكيكة، ما كان عنده كده. وفي نفس الوقت ما كان محارب شرس، بمعنى أنه لم يقصد من محاربته للحكومات أشبه بالاحتجاج منها إلى ساحات الوغى. يعني هو لا يريد أن يصنع معارك، هذه المعارك يكون فيها موت للناس بغض النظر عن الموت ده من وين، مع إيمانه الشديد بأنه أنت محتاج تدافع عن أفكارك وعن أرضك. لكن ما سعى لأن يكون في حرب دائم مع الحكومات، لكن كان يتعامل بحاجة أشبه بشعرة معاوية، إنه أنا والله طرحي أنا دارفوري، بيهمني إقليم دارفور، بيهمني الهامش بشكل عام، لكن عايز الحل سوداني لكل بقاع السودان دون أي مواربة. واحد. اثنين، ما عايزين شروط أولية مركزية تملى علينا عشان نصل لحل. كل اللي انت بتفتكره ممكن يحدث أو يجب أن يحدث تخده كمقترح، إنما ما تملى علي شروط تقول لي والله أنا عايزك تعمل واحد اثنين ثلاثة، او نحن يجب ان نعمل واحد اثنين ثلاثة. احنا كلنا نقعد وندفق اكلنا جوا الصحن ده، نلخبطه مع بعض وبعد كده نطلع بطبخة جديدة متوافق عليها من الجميع. داك من الانقاذ ومشاكسته للانقاذ،
لكن حتى بعد الحكومة، بعد ما جاءت الثورة، لم يحاول أن يعني يستفيد من الثورة كبقية الحركات المسلحة، وحتى لم يذكر بأنه هو جزء من الثورة. ما سمعته أنا، ربما يكون شخص آخر سمعه، يعني ما حاول أن يستعرض عضلاته بعد ما سقطت الإنقاذ. وبرضو التزم الحاجتين اللي أنا قلتهم لك دل. لما جاءت الثورة واستمرت وجاء الانقلاب، تحدث عن أنه الانقلاب ده عادة موجودة الجيش بيعملها، والجيش لا يريد أن يسلم المدنيين السلطة. لم يزد في هذا الكلام، وما حارب الجيش في كل هذه الفترة، ولا وقف مع الدعم السريع، لأنه ذاته عنده رأي واضح في الدعم السريع، سمعته وهو بيتكلم الآن. ماليشيا من ما يقترحه أنه ما في ماليشيا وجيش واحد مهني، ده من ما يقترحه، واضح جدا أنه هو رجل تقدر تقول عليه قومي، لأنه صحيح هو الحركة بتاعته مناطقية، لكن هو لا يريد حلا لدارفور فقط، ويريد حل لكل السودان. ما وضع منافسته لهذا الحل، وضع خطوط عريضة متفقة مع كل واحد تاني، لكن التفاصيل ما في زول ذكرها، ولا يريد أن يجلس مع أي جهة توفر له شروط. حتى لما نادوا لنا استقدموا كده، رفض أنه يجي يشترك في تقدم، فلم يحاول الاستفادة إطلاقا من هذا الأمر. وأنا بفتكر أنه ده حاجة كويسة، مثلا ما كان جزء من الموز، يعني من اعتصام الموز، ولا كان جزء من سلام جوبا، ما كان جزء من كل الأشياء دي. لذلك هو واحد من الناس اللي أنا بفتكرهم عنده قضية، لكن هو محتاج إنه يطرحها بشكل جيد. السؤال الآن، إذا انقضت هذه الحرب بأي شكل من الأشكال، كيف سيكون وجوده؟ هل سيستمر في نفس مواقعه، ولا المسألة هتتغير؟ أما آن الأوان له أن يتحرك خطوة إلى الأمام، دون أن تتسبب هذه الخطوة في أن يتنازل عن مبادئه الأساسية. يعني الليلة مثلا هو الفاشر تعني له حاجة، لكن هو ما حارب بجانب الجيش، التزم الحياد. وأنا أرى شخصيا أنه عبد الواحد يستطيع أكثر من غيره بعد كل هذا الجهد أنه أن يكون جزءا من الحل القريب إن شاء الله لمشكلة دارفور، ثم لمشكلة السودان. بفتكر أنه يستحق أن يتقدم الصفوف في ذلك، ويستحق أن يكون واحد من الذين أرادوا لهم يعني أرادت لهم الدنيا أن يكونوا في مقدمة الصفوف. فدي واحدة حاجة مهمة جدا. في ناس ما بتحبه، بس دي ما هي المشكلة بتاعتي. أنا مشكلتي ماذا سيقدم لدارفور وأهله وللهامش وللأهل الهامش وللسودان المركزي كلهم مع بعض، ودي قضيته الأساسية يعني. ومختلف تماما عن مني، عن جبريل، عن كل الناس دي مختلف عنهم تماما يعني. لذلك أرى أنه هو يستحق يعني أن يكون. عندي معلومة أنه هنالك اتصالات به كثيرة جدا، لكن لم تأتي أكلها حتى الآن.
افتكر انه هو تحت مجهر البرهان الان باعتباره البديل الانسب للحركات المسلحة. هل هو حتجذب هذه المسائل؟ تجربتي معه لا، يعني تجربتي في طريقته في التعامل مع الامور لا. هو ما زول كرسي، عشان كده محاولة انه تعال نديك الحاجة الفلانية ونديك جزء من الكيكة ربما ما تكون راس مال جيد. يعني المشكلة انه البرهان ما عنده حل للسودان كله، البرهان داري يحكم، فماذا سيقدم لمثل عبد الواحد؟ ده مسألة محتاجة لنقاش. انا برضو هنا ما عايز اطول عليكم، من تسمعتوا عبد الواحد حيكون معانا في اكثر من حلقة، لانه في اشياء كثيرة جدا نريد ان نتحدث عنها. دي اعتبروها كده بس قولة خير. بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا هذه المرة. تحياتي والى لقاء قريب ان شاء الله.